9 مارس، 9 مارس يوم يرتبط في مصر ارتباط وثيق جدا بذكرى عظيمة، ذكرى دم كل شهيد مصري، كل واحد ضحى بحياته عشان البلد دي، كل واحد قدم روحه وحمل كفنه على ايده عشان البلد دي تقف. 9 مارس 1969 هو وفاة الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية على الجبهة، لما قصفوا العدو الإسرائيلي بعلم بوجوده على الجبهة وكان قتله. كان قائد بيتقدم الصفوف الأولى. علشان نتكلم على تعبير الشهيد أو تعبير المصري المقاتل، لازم نرجع شوية بالحضارة المصرية ونعرف إن اللي عمله عبد المنعم رياض كان امتداد صريح وصحيح لما قام به الملوك المصريين أو الملوك المصريون. بداية بنعرف إن أول حالة مؤكدة عندي كانت ثقنا رع، والرسالة الشهيرة التي تلقاها من أبو فيس حاكم الهكسوس قائلا له: أسكت أصوات فرس النهر فإنها تقلق مضجعي. ماذا حدث؟ لا نعلم ما هو الرد على هذه الرسالة الاستفزازية من عدو يقول له إن صوت استعداداتك التي تتحرك في النيل في طيبة تقلق مضجعي، وأنا أرقد على أحد فروع النيل بالقرب من منديس، بالقرب عفوا من تانيس صان الحجر شرقيا. لكن جثة ثقن الرع الموجودة في المتحف المصري تعطينا الإجابة بأنه كان أول شهيد تراه الحضارة في العالم وليس في مصر. ثقن الرع، ضربات التي تظهر في وجهه وفي جبهته وفي رأسه تشير إلى أنها لم تكن إصابة طبيعية ولكنها كانت إصابة في حرب. هذا الشهيد بعد موته اعتقد العدو أنها توقفت. عبد المنعم رياض اعتقد بعد قتله أن مصر ستتوقف. استمرت مصر في حرب الاستنزاف ولم تمر إلا سنوات قليلة وكان انتصار 73. لم يتوقف أو لم تتوقف المقاومة المصرية بعد مقتل ثقن الرع، واستمرت مع ابنه كاموس الذي كان رده عنيفا على خوف كل من كان معه حين قالوا له: ما لنا نسعى للقتال ونحن نعيش في أمان ونعيش في هدوء. فقال: وكيف يطيب لي أن أقول على نفسي أني مصري وهناك أسيوي في الشمال ونوبي يعيش في الجنوب وأنا محاصر بينهما؟ فوالله لأقطعن جسده ولأفتحن بطنه. حتى يقول البعض أنه حين وصل الجيش المصري إلى نفروسي، التعبير الرائع، كانت النساء ينظرن فتلت قبل أوانها، يعني عفوا في التعبير البلدي بتاعنا كاموس وقوته العسكرية وقوة المقاتل المصري خلتهم قطعوا الخلف بقوتنا بعظمتنا. الشهيد المصري في كل عصر وفي كل أوان، القائد المصري في كل عصر وفي كل أوان. تحطمس الثالث حين جلس في رفح يوم عيد ميلاده وحسب النص المصري الجميل يقول: وسحب كرسي وجلس سائلا قواته ومستشيرا بهم ومستعينا بآرائهم حتى أنهم شاروا عليه بأمر فرفضه، ولكنه قال: إني أرى كذا وأرى أن نفعل كذا، على أن تعلموا بأنني المسؤول الأول عن هذا الأمر وأني سأدافع عن كل جندي يكون معي. هذا هو القائد الذي يتقدم الصفوف ليكون جيشه في أمان خلفه، لأنه لولا قوة القائد لما كانت قوة الجيش. عاشت مصر حرة. تحية لكل شهيد مصري، تحية لكل من ضحى بعمره ليبقى لنا اليوم كرامة في كل أرجاء العالم. رحم الله شهداءنا.